السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس الضمائر. هيا بنا يا أصدقائي لنتعرف عن الضمائر. ما هي الضمائر وكيف نستخدمها في اللغة العربية؟ الضمائر اسم. الضمائر اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. المتكلم هو أتكلم فيه عن نفسي، المخاطب هو الشخص الذي أوجه إليه الكلام، الغائب هو الشخص الغير موجود. يبقى أنواع الضمائر لدي 3 أنواع من الضمائر: متكلم ومخاطب وغائب. هيا نتعرف مرة أخرى على أنواع الضمائر. أنواع الضمائر 3: ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. هيا نتعرف على كل نوع على حدة. ضمائر المتكلم 2: أنا ونحن. ضمائر المتكلم 2: أنا ونحن. أنا للمفرد أي للشخص الواحد، عندما تريد أن تتكلم عن نفسك أنا طالب مجتهد. وعندما سنتكلم عن المثنى، ومثنى يعني 2، مثنى يعني ماذا؟ يعني 2، أو الجمع ما أكثر من 2 أي 3 فأكثر. يبقى أنا للمفرد ونحن للمثنى والجمع. هيا لنرى معا أمثلة عن ضمائر المتكلم. أنا أحب الحلوى. عندما أتكلم عن نفسي ماذا أقول؟ أنا عندما أتكلم عن نفسي ماذا أقول؟ أنا أحب الحلوى. عندي أصدقاء كثيرون، نحن نحب الحلوى. عندما أتكلم عن المفرد أنا، عندما أتكلم عن المثنى والجمع نقول نحن. هيا في نوع جديد من أنواع الضمائر، وهي ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب هو ضمير يستخدم عندما نوجه كلامنا إلى شخص أمامنا. عندما أريد أن أكلم أصدقائي فأنا بخاطبهم بضمائر المخاطب. هيا لنرى ما هي ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب: أنت للمفرد المذكر يعني للإيه؟ للولد الواحد. أنت للمفرد المؤنث يعني للإيه؟ للبنت الواحدة. أنتما للمثنى المذكر، معنى المثنى يعني إيه؟ 2، والمذكر يعني الولد. يبقى أنتما للإيه؟ للولدان. طب عندما أتكلم عن بنتان ماذا أقول أيضا؟ أقول أنتما. يبقى أنتما للولدان والبنتان، للمثنى المذكر والمثنى المؤنث. أنتم لجمع الولاد أو جمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث أو جمع البنات. يبقى تاني مع بعض كده يا أطفال: أنت للمفرد المذكر، أنت للمفرد المؤنث، أنتما للولدان أو للبنتان، أنتم لجمع الولاد، وأنتن لجمع البنات. هيا لنرى جمل لنستخدم فيها ضمائر المخاطب. أنت تلميذ مجتهد، تلميذ واحد. أنت تطيعين والدك. يبقى أنت دي بنت ولازم نحط كسرة تحت التاء. أنتما طالبان مجتهدان، أنتما بنتان نشيطتان. يبقى أنا عندي كده أنتما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث، أنتم لجمع الولاد، أنتم رجال الغد، أنتن لجمع البنات، أنتن مؤمنات. هيا بنا لنرى النوع الثالث من الضمائر، وهي ضمائر الغائب. وهي كلمة تستخدم عندما نتحدث عن شخص أو أشخاص غير موجودين. يبقى أنا إمتى بستخدم ضمائر الغائب؟ لما أحب أتكلم عن حد مش موجود. طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي ضمائر الغائب. ضمائر الغائب: هو، هي، هما، هم، هن. هو للمفرد المذكر، هي للمفرد المؤنث، هما للمثنى المذكر والمثنى المؤنث. واتفقنا المثنى يعني ايه؟ يعني 2، والمثنى المذكر يعني ايه؟ يعني الولدين، والمثنى المؤنث يعني ايه؟ يعني البنتين. هم لجمع الولاد، طب وهن لجمع البنات. تعالوا نتفرج على امثله كده مع بعض يا اصدقاء، نشوف نستخدم ضمائر الغائب ازاي. هو طالب مجتهد، طالب واحد. هي طالبه مجتهده، طالبه واحده اهي. هما للمثنى طالبان مجتهدان، هما طالبتان مخلطتان. يبقى هما الاثنين برضو بنتان. الجمع، جمع الولاد بياخد ايه؟ هم، هم طلاب مجتهدون. طب جمع البنات بياخد ايه؟ هن، هن طالبات مجتهدات. تمام، يبقى انا كده عرفت ان انا عندي 3 انواع من الضمائر: ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، ضمائر الغائب. واتمنى يا اصدقائي نكون فهمنا درس النهارده، واتمنى ان انتم جميعا تكونوا بصحه وعافيه. ومع السلامه اصدقائي الصغار.